إذن متابعينا ومشاهدينا الكرام، فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. احنا الآن كنتواجدوا في قلب العاصمة العلمية في ساحة فلورنس للأسف الشديد، وفضيحة عملاقة هنا، فضيحة كبرى. علاش؟ لأن الأزبال منتشرة بشكل كبير هنا، وانتم كتشوفوا الطرو ديال الزبل. أين دور يعني المسؤولين على قطاع النظافة في مدينة فاس؟ شوفوا كيفاش الحاوية ديال الأزبال هنا. للأسف كما قلت اون فاس مع بنك المغرب، هانتوما شوفوا ها هي الجردة. سام باش نقربكم من الموقع اللي أنا فيه، ها الجردة ديال فلورنس هي هادي. هادي ساحة فلورنس التاريخية، ها طرو الزبل اللي كنصور دابا. هادي ساحة فلورنس التاريخية، راه هو بنك المغرب، سونتر فيل ديال فاس، يعني قلب النابض ديال العاصمة العلمية مدينة فاس. للأسف من خلال يعني بعض من خلال يعني قلت يعني المراسلات تبين لأن هنا كاينة فضيحة عملاقة هنا بمدينة فاس، هي ديال الأزبال المنتشرة في قلب العاصمة العلمية. شوفوا كيفاش هنا متابعينا الكرام، كما قلت أزبال منتشرة هنا في الشارع العام. ثم احنا في القلب النابض ديال مدينة فاس، هذه هي مدينة فاس للأسف الشديد. الواقع إلا بقينا كنقلوا واقع الحال وكنديروا اللايفات وكننشروا بدون مونتاج، فللأسف الشديد هذا قطاع النظافة في مدينة فاس، فخاص المسؤولين على هذا القطاع يعني يديروا الدور اللي عليهم وينظفوا المدينة. أول حاجة راه ما يمكنناش نخليو الوجه ديالنا معمش، خصنا ننظفوا الوجه ديالنا عاد ديك الساعات ندوزوا لحاجة واحدة أخرى. كيفاش؟ لان الازبال منتشره بهذه الطريقه هذه في مدينه فاس، والمسؤول في دار غفلول كما كنقولوا. هنا كتطرح مجموعه من علامات الاستفهام. للاسف الشديد الموقع ديال هاد الحاويه ديال الازبال اللي انا كنصورهم الان، راه حنا في فلورنس. ما شنو دار المنتخب، شنو دار المسؤول باش يحسن لربما من الوضعيه ديال فاس؟ ها انتم ها الازبال، ها هي الساحه ديال فلورنس، غتلقاو الازبال فيها متراكمه، غتلقاو التهميش كيطال هاد الساحة هادي. شوفوا هادي الساحة ديال فلورنس، انا غنرجع لكم داك الحاوية ديال الأزبال. ها انتوما شوفوا التهميش اللي كاين هنا فلورنس للأسف الشديد. ها انتوما غتلقاو الزبل منتشر هنا بطريقة مأساوية. شوفوا ها الزبل، غتلقاو هنا الأزبال، غتلقاو التهميش كذلك من خلال يعني البنية التحتية. أزبل منتشرة بطريقة كارثية. ها الزبل شوف، هذه هنا فين كان لربما الاحتفالات. هنا دائما من بين أبرز الجرادي اللي كاينين في فاس هي الحديقة ديال فلورنس. شوفوا كيفاش التهميش كيطال الحديقة ديال فلورنس، كيفاش أزبل منتشرة. اجيو تشوفوا الطرود الزبل اللي كاين هنايا كيفاش داير، هو اللي كنت فيه في الاول كنصور. ها انتم شوفوا الازبال، شوفوا الازبال متابعينا الكرام. هذا راه لايف ماشي مونتاج ولا، هذا هو الواقع ديال فاس. قطاع النظافه في مدينه فاس كيطرح مجموعه من علامات الاستفهام. اين المسؤول على القطاع ديال النظافه في مدينه فاس؟ لما لا يتم العنايه بمدينه فاس؟ كيفاش ممكن نتحدثوا على التنميه وما عندناش حتى النظافه مزيانه في فاس؟ شوفوا هذا هو الواقع الحال للاسف. المشهد بشع، المشهد يعني يكاد لا يصدقه العقل في مغرب 2022 في قلب العاصمه العلميه يكون يعني هذا المشهد هذا. ف شنو غنقول، شنو ممكن تقول من خلال التعليق؟ نتمنى على ان الرساله توصل للمسؤولين، نتمنى على انه يتم التدخل في هذه النقطه السوداء هنا في حديقه فلورنس. شكرا جزيلا للمتابعين الكرام، الى ما اللقاء بكم في بث مباشر اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.